انا جيت. مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا مبروك للمقاولين العرب اول حاجه، مبروك لعماد النحاس، مبروك لاداره المقاولين العرب، فوز مهم وفوز غالي بيقربهم للمركز الثاني مع بيراميدز. طبعا نتيجه هائله، عماد النحاس مدرب محترم والكلام ده احنا قلناه من زمان، واحد من الجيل الذهبي للنادي الاهلي. طبعا يعني اكيد نتيجه تفرح اداره المقاولين ولاعبته، واكيد هتفرح جماهير الاهلي، لان اي تعثر لمنافس الاهلي الزمالك اكيد هتفرحنا من غير ما نجمل في الكلام يعني. طبعا امبارح انا راجع اصلا متاخر، فمش عارف النتيجه، ببص لقيت النتيجة 2-1 للزمالك للمقاولين، فاستغربت بصراحة يعني. أنا كعمر النبلي استغربت. مبروك مرة تانية، وأكيد المقاولين فرقة من الفرق الأسامي الكبيرة في الدوري المصري، وحاصل على بطولة أفريقيا أندية أبطال الكؤوس اللي هي دلوقتي الكونفدرالية، يعني مش فرقة سهلة يعني. نتمنى المقاولين يرجع زي زمان ويرجع بعبع لجميع فرق الدوري، وبالتوفيق ليهم ان شاء الله. طبعا بكره عندنا ان شاء الله ماتش مهم جدا مع المصري البورسعيدي، مباراه صعبه. طبعا في ناس كتيره بتلومني وبتقول انت بتصعب كل ماتش، قلت لكم ماتش الجونه صعب، واديكوا شفتوا اللي حصل، ان احنا كسبانين في الدقيقه 95. مفيش فرقه بتيجي قدام الاهلي وبتلعب بسهوله او بيسر، او مفيش فرقه اللي هي كانت زي زمان تتغلب بالاربعه وبالخمسه بكل سهوله، الكلام ده خلاص ما بقاش موجود في الدوري، الا يعني فرق بسيطه جدا يعني ما تقدرش تتوقعها، كمان ممكن تبقى فرقه مش في يومها، يعني زي طنطا مثلا السنه اللي فاتت لما اتغلبت خمسه او في الدور الاول تقريبا، ما حاجه غير متوقعه، بتبقى مش حاجه ثابته يعني. طبعا القايمة النهاردة هنقولها بتاعت النادي الاهلي. اول حاجة انا الحمد لله بيقولوا ان انا بفهم في الكورة، مانيش بتاع بليلة، فلما قلت لكم ان الاهلي محتاج صالح جمعة فعلا القايمة طبعا نقولها دلوقتي. طبعا صالح في القايمة دي حاجة تفرحنا احنا كجماهير الاهلي، تفرحنا جدا، لان صالح قيمة كبيرة وان شاء الله باذن الله يرجع احسن من الاول. صالح لو لعب بكره باذن الله اكيد هيبقى ليه دور كبير في الفريق ان شاء الله. طبعا القايمه ضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير حراسه المرمى، خط الدفاع ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني ورامي ربيعه ومحمود وحيد ومحمد شكري، خط النص السوليه وحمدي فتحي ووليد سليمان رجع الحمد لله، وجيرالدو وقفشة وأحمد الشيخ وعربي بدر والنجم صالح جمعة، وفي الهجوم هيكون معانا مروان محسن وجونيور أجاييه وأليو بدجي. طبعا مباراة بكرة إن شاء الله هتكون الساعة 8:30 بتوقيت مصر، 10:30 الإمارات، 7:30 تونس والمغرب والجزائر. طبعا المباراة ليها اعتبارات تانية خالص، وانتوا طبعا كلكم عارفينها، اعتبارات ما تتنساش، اعتبارات هتفضل طول العمر موجودة معانا، وطبعا احداث بورسعيد المؤسفة اللي هتفضل وصمة عار على تاريخ الكرة المصرية. الله يرحم طبعا شهدائنا الـ72، ويرحم الـ20 شهيد اللي ماتوا في مجزرة الدفاع الجوي. التاريخ لا يرحم والتاريخ ما بينساش، ومحدش بينسى الفواجع اللي حصلت في الكرة المصرية في فترة الـ7 سنين أو 8 سنين من ساعة موضوع الثورة والكلام ده كله. ربنا يا رب يرحم شهدائنا، وإن شاء الله نفوز بكرة، ونهدي الفوز ده لجماهير النادي الأهلي كلهم، لأن إحنا توجعنا جدا في اللي حصل لإخواتنا سواء في بورسعيد أو في مجزرة الدفاع الجوي. حسبي الله ونعم الوكيل في السبب اللي أزهق أرواح شهداء بورسعيد وشهداء الدفاع الجوي.
فعشان كده بقول لكم الماتش مش مجرد مباراة كرة قدم، واحنا عارفين الكلام ده. المباراة دي بتبقى ليها اعتبارات وحساسية كبيرة. طبعا من ضمن الأخبار الكويسة اللي عرفناها إن في موقع ألماني أثبت إن الأهلي أكتر فرق في القرن الجديد إحرازا للبطولات، 41 بطولة، يليه بايرن ميونخ 40 بطولة. لك أن تفخر إن أنت أهلاوي، ولك أن تفخر إن فرقتك ليها العراقة دي والاسم الكبير دوت. الحمد لله على نعمة الأهلي. أتمنى إن شاء الله إن بكرة ربنا يكرمنا ونكسبه بإذن واحد أحد. الفوز بيدي ثقة وبيقرب العملية شوية وبيخليها تتحسن بدري بدري. إن شاء الله نحسم الدوري بدري بدري مع سقوط الفرق اللي جاية من بعيد. طبعا إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن ربنا يوفق الفريق بكرة ويكسب. زي ما قلت لكم الماتش مش سهل، الماتش هيكون فيه اعتبارات كتيرة، واللعيبة عارفة الكلام ده، ولاعيبة المصري عارفة الكلام ده. نتمنى طبعا الروح الرياضية، ده أكيد مفيش كلام، ولكن نتمنى في الأخير الفوز لفريقنا إن شاء الله بإذن الله، ونحقق المكسب بإذن واحد أحد. هي طبعا من ضمن الأخبار اللي هي شاغلة بال الناس دي كلها دلوقتي في الكورة اللي هو انتقال ميسي. طبعا بنسبة كبيرة جدا هو رايح مانشستر سيتي. من ضمن تصريحات يورجن كلوب النهاردة بيقول أي فرقة في العالم تتمنى ميسي يكون فرقتها، بس بالنسبة لنا احنا بعيدة، لأن ليفربول ما عندهوش الإمكانية اللي هو يشتري لعيب بقيمة كبيرة زي مانشستر سيتي. أكيد طبعا هيصعب المأمورية، وأكيد هيقرب الموضوع بالنسبة لمانشستر سيتي بنسبة كبيرة. فينالدوم لاعب ليفربول، برشلونة بيتكلم عليه. أنا شايف إن هو يعني أوكي لعيب كويس، بس هل برشلونة محتاجه فعلا؟ وهل ليفربول مش فارق معاه ان فينالدوم لاعب كبير جدا ولاعب ليه دور حيوي مع ليفربول، ولكن طبعا اكيد ممكن ما يقفش قدام اداره ليفربول، ما تقفش قدام طموحه ان هو يروح برشلونه. اي حد يتمنى طبعا يلعب في برشلونه، ولكن الظروف اللي هي مرت بيه تعتبر كومان هيبدا ان هو يبني مستقبل جديد لفريق برشلونه، وطبعا على مشجعي البارسا ان هم يتحملوا الفترة اللي جاية لانها تكون فترة صعبة جدا جدا. شكرا لكل اللي بيتابعني، شكرا لكل الناس اللي هي واقفة معايا، بشكركم جدا، وبتمنى يا رب ان انا اكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله باذن الله بكرة نتقابل قبل الماتش وبين الشوطين وبعد الماتش، وتمنياتي ليكم بالتوفيق والنجاح في حياتكم العملية إن شاء الله وحياتكم الخاصة كمان. وآسف لو كنت طولت عليكم، وبإذن الله دايما على حب الأهلي متجمعين. سلام. توصلوا بالسلامة يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي. ما تنساش وحيد بقى حبيبك وأخوك. مع السلامة. مع السلامة يا كريستين. خلي بالك باي 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 باي. اي حد يكلمك في المطار قول له ارمط. ارمط دي عامله زي الفيزا بالظبط. مع السلامه، مع الف سلامه. خلي بالك من نفسك، هتوحشنا يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي. مع الف سلامه. مين دول؟